ازيك شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح. خلينا نخش في الموضوع على طول. قبل ما نبدا بس اتاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب للشانل وعاملين لايك للفيديو ده عشان في جيف اواي قريبه جدا على وصولنا ل 10000 مشترك، او يعني الاقتراب من وصولنا ل 10000 مشترك. فخليكم ستاند باي وتعالوا نخش في الموضوع على طول. النهارده الساعه اللي معانا هي تطور طبيعي للحاجه الساقعه، او تطور طبيعي لبراند كبير الا وهو الدي تي. هي ساعه سيمي اوريجينال مشابهه جدا للسيريوس 6 الاصدار السادس من ابل ووتش، ودي حاجه حلوه جدا. التصميم بتاعها حلو، الشاشه بتاعتها كامله كبيره ساطعه دي تي 100 بصفه عامه. هي من افضل الشاشات اللي موجوده في الفئه السعريه دي، سواء بقى من اتش دبليو او دي تي حاجه و90 التسعينات والستينات والسبعينات وكل الكلام ده. لا، دي تي 100 متميزه جدا في الشاشه، فدي مش دي تي 100 بس، لا دي تي 100 برو بلس. والدي تي 100 برو بلس المميز جدا فيها ان الشاشه بتاعتها حلوه جدا جدا جدا، وطبعا بتعالج كل المشاكل، ولكن معالجتش مشكله واحده الا وهي الانجليش والعربي. يعني لو الساعه انجليش والنوتيفيكيشن عربي هيجي متلخبط، ولو الساعه عربي والنوتيفيكيشن انجليش هيجي متلخبط برضه. للاسف لسه ما حلوهاش، فيا رب كده يحلوها في الساعات الجايه. فخلينا بدون مقدمات كتير كده نعرف ان الساعه دي من شوب نمبر 99، عنده اكبر تشكيله من الساعات الذكيه والسماعات الذكيه، عنده تشكيله كبيره قوي من جرابات الايفون، في نفس الوقت عنده حاجات الاصليه من لينكس وانكر وانرجايز. فتشكيلته كويسه جدا، وفي نفس الوقت في برومو كود احمد سامح ريفيوز تقدر ان انت تشتري بيه اي حاجه. اللذيذ جدا. فخلينا بدون مقدمات كتير كده نبدا الريفيو، نقسم الريفيو زي ما عودناكم دايما الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. الانبوكسنج بتاع الدي تي 100 برو بلس تقريبا نفس الانبوكسنج بتاع الدي تي 100 برو والدي تي 100 العادية والدي تي 100 برو ماكس وكل الكلام ده، ما فيهاش أي حاجة جديدة. زي ما انتم شايفين كده كتاب تعليمات، والشاحن أكيد وايرلس زي ما معودانا الدي تي أهو، المنظر اللي انتم شايفينه، والساعة والأستيك بيكونوا هنا برضو، وما فيش وحاجات بسيطة خالص مكتوبة من ورا. ما فيش أي حاجة غير إن هي 280 ملي أمبير أور البطارية، والشاشة بتاعتها 1.78، ودي برضو من الشاشات الكبيرة نسبيا، ولازم تشحنها طبعا بواحد امبير وخمسة فولت، يعني 5 واط شاحن. الشيبسيت اللي فيها RTK8762D. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم والماتيريال انا شايفه ان هو حلو جدا عشان هو مشابه لسيريس 6، في نفس الوقت الماتيريال ممتازه ديسنت، ما فيهاش اي مشكله معايا، ولكن مشكله بس ان هو ما فيهوش الزرار. ولكن زي ما عودتكم دايما ان انتوا تقدروا ان انتوا تجيبوا كفر، فمش تحسوا باي حاجه. والسيليكون ستراب ده تقدر ان انت تغيره باي ستراب 44 ملي اوريجينال او مش اوريجينال، حاجه لذيذه جدا. خلينا نخش برده بالتفصيل. بالنسبه لي التصميم والماتيريال خلينا نفكها كده مع بعض ونشوف تصميمها حلو وماتيريالها حلوه ولا لا. اول حاجه السيليكون بتاعها كويس اعتيادي، تقدر ان انت تحط مكانه اي ستراب 44 ملي بمنتهى السهوله. تعالوا نفتح كده مع بعض. يا سلام، زي ما انتم شايفين كده سلاسه طبعا زي ما دي تي 100 معودانا، وشركه دي تي بصفه عامه. بصوا بقى الالوان عامله ازاي، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الدبل كليك بيعمل ايه، تحفه. تصميم وماتيريال كويسه جدا، ولكن زي ما معودانا برضو دي تي 100 ان هي ما فيهاش زرار من هنا، ولكن في حاجات تشفع لها كتير جدا. بالنسبه بقى للديسبلاي، فالديسبلاي بتاع الدي تي 100 زي ما قلت لكم هي اكتر حاجه مميزه، من حيث ان هي تكون 60 هرتز، وفي نفس الوقت السلاسه والالوان بتاعتها حته ثانيه خالص خالص خالص. دي حاجه مميزه جدا. خلينا نخش برده بالتفصيل ونشوف هي بتقدم لنا ايه الشاشه دي. بالنسبه للديسبلاي، فالديسبلاي حدث ولا حرج، 60 هرتز بمنتهى الجمال، ما فيهاش اي مشكله، الوان ساطعه، الوان جميله، في نفس الوقت مفيش اي حاجه بتقطع زي الساعات الصينيه لاي كلام. 1.78 انش ودقتها حلوه جدا زي ما انتم شايفين، وسطحها برده حلو، هيكون تحت الشمس وفوق الشمس. بالنسبه بقى للبطاريه، فالبطاريه بتكون بمعماريه 280 ملي امبير اور، بتقعد معاك من يومين لحد 5 ايام عمل، وانا كنت سايبها كده بقالي تقريبا 5 ايام ولا حاجه ستاند باي، فهي لسه شغاله لحد دلوقتي، فحاجه جميله جدا. يعني انت لو اسبوع مثلا ستاند باي بتقدر تقعد معاك ممكن 10 ايام كمان لو انت شاحنها بشاحن كويس قوي اللي هو ال 5 واط الاعتيادي خالص. 5 واط يا جماعه، 5 فولت 1 امبير، 1 امبير ده مهم جدا عشان ما يحرقش السيركت بورد. والمميز جدا ان هو بشاحن وايرلس، دي حاجه كويسه جدا، ده بقى الستاندرد خلاص عن دي تي والاتش دبليو الجديد كله. دلوقتي هما الاثنين اللي عمالين يتخانقوا وعمالين ايه يعلوا فوق بعض في مراجعه قريبه جدا لساعه ممتازه فعلا من العيار اصلا. بالنسبه بقى للمميزات، فالمميزات كثيره جدا، من اول ان هي تكون ضد الميه بمعماريه IP67، ما تحطهاش تحت ميه، ما تحطهاش تحت حنفيه يعني وتغرقها، ولكن
طرطشه استحمام حاجات بسيطه كده. ولكن الساعات الاصليه اصلا لو او الموبايلات الاصليه اللي ب 20 و 30 الف جنيه لو وديتها للتوكيل وقلت له ده دخل فيها ميه وهي IP68 هيقول لك ماليش دعوه. فيعني ابعد عن الشر وايه وجنيه يا ليلي يا ليلي يا عيني. لا تمام كمل. فيها كمان ووتش فيس كتيره جدا، الهابتك فيدباك اللي فيها حلو جدا. وخلينا برضو نخش بالتفصيل ونشوف ايه المميزات الكتيره اللي موجوده فيه. بالنسبه لي المميزات، فالمميزات تقريبا متشابهه مع الدي تي من اول الستاره اللي فوق والستاره اللي على الجنب، مفيش اي حاجه جديده، متشابهه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الخصائص بقى اللي موجوده كلها. دي الكالوريز والخطوات اللي انت مشيتها، الهارت ريت، الويزر، تقدر كمان ان انت تضيف شويه حاجات كده. تعالوا نشوفها بالتفصيل جوه الابلكيشنز ذات نفسها. تعالوا نعملها بس بشكل لطيف يكون سهل في التعامل. طبعا دي الخاصه بالمكالمات والكونتاكتس والرسائل والنوتيفيكيشنز وكل الكلام ده، حاجاتها حلوه جدا، فيها هابتك فيدباك حلو قوي عجبني. كل ده احنا حاجات عارفينها، والانشطه الرياضيه تقدر ان انت تتبع صحتك وانت بتعمل انشطه رياضيه بمنتهى السلاسه والجمال. عندي هارت ريت تقدر ان انت تقيسه، وعندي اي سي جي، عندي ميوزك تحكم في الميوزك. الاي سي جي ده هو عباره عن رسم قلب بسيط جدا، ولكن طبعا ما تعتمدش عليه اعتماد كله. عندي هنا اباوت الساعه والكيو ار كود بتاعها، عندي كالكليتر، عندي متابعه النوم، عندي فايند ماي ديفايس لما تعمل له كونكت على الموبايل بمنتهى الجمال، عندي الويزر، عندي ستوب ووتش. تعالوا نشوفها، نوقف في فايبريشن حلو جدا وقوي برضو هتحس بيه. هنا ده مساجر، سامعين اكيد الصوت. عندي هنا تمرين للنفس عشان لو عايز تهدى. عندي هنا الالترا فايلوت ريز، معرفش ازاي بيحسبها الصراحه. والاير بريشر دي سهله ان هو يتحسب عن طريق ارتفاع عن سطح البحر. بالنسبه للفيميل اسيستنت، مساعد السيدات، وشويه سيتنجز كده اولها نشوف ان احنا العربي، نستخدم العربي ونشوف الدنيا هتكون عامله ازاي. تبديل الطلب، دي الخلفيات، عندنا خلفيات كتيره قوي ما عنديش اي مشكله فيها. تعال نشوف وقت الشاشه، خليها 10 ثواني عشان ما تقفلش كل شويه. شده الاهتزاز، تعال نختارها اعلى واحده. كلمه السر عندي باسورد بمنتهى الجمال. عندي آلة ضبط المصنع، مفيش حاجات كتيرة أوي. تعالوا نكمل. هنا برضو شوية حاجات بسيطة خالص بالنسبة للمكالمات، تقدر إن أنت تتصل من هنا وتتكلم من هنا، صوتها كويس وحلو جدا. بالنسبة للأبلكيشن، فالأبلكيشن هو وير برو، أبلكيشن سهل وأبلكيشن أوريجينال بتاع دي تي نمبر 1 براند كله. دي تي 100 برو، برو ماكس، برو بلس، دي تي 100 لوحدها وهكذا، والدي تي 7 والدي تي 7 ماكس والدي تي 7 برو، كل حاجه. ويعتبر ابلكيشن حلو جدا، بيقدم لك حاجات الاساسيه والبسيطه اللي مش تحتاج غير. خلينا برضو نشوف بيتنزل ازاي ونشوف ايه المميزات اللي فيه. ونزلنا الابلكيشن بتاع الدي تي الاصلي الوير برو، واكيد استخدمتوه اكتر من مره في الساعات بتاعتكم. تعالوا نعمل كونكت للديفايس، الكونكشن بتاعه اسهل ما يمكن. عندي ووتش فيسز كتيره جدا 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 جدا، يعني بصوا احنا كل ده نازلين، بصوا الحاجات عماله تلود، بس النت بقى بعافيه شويه. دايما شايفين كده حاجات صور، حاجات كلاسيك، حاجات لذيذه جدا بجد. فايند ووتش، فايبريشن برضو من غير اي ميوزك، مش عارف ليه. الكاميرا، تقدر ان انت تاخد صوره عن طريق الساعه بتاعتك، ان انت تدوس على الساعه تلت ووك عشان خاطر لما تعمل كده تنور. اللاو، كل الحاجات دي طبعا اللاو، اس ام اس اللاو، هتشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل لها نوتيفيكيشن وتوصل على الساعه بتاعتك. ماي كيو ار كود، تقدر ان انت تضيف كيو ار كود عشان خاطر لو عايز ان حد ياخد البيانات بتاعتك بسرعه. حلو جدا. هارت ريت مونيتور، اي سي جي اللي هو رسم القلب، فريكوينت كونتاكتس، تقدر ان انت تضيف شويه كونتاكتس كده بحيث ان انت دول اللي يظهروا بس على الساعه والباقي يظهر لك ارقام للاسف. الحاجات البسيطه الاعتياديه من دي تي، طبعا بيكون فيها ابديت، تقدر ان انت تعمل له ابديت بمنتهى الجمال. ولكن عندي هنا متابعه الهيلث وجي بي اس تراكر، وهنا الابلكيشن بتاعك، هنا البروفايل بتاعك بمنتهى الجمال. كده نكون خلصنا الريفيو، يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش ان انت تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وفي نفس الوقت لو عايزين ان انتوا تشتروها هتلاقوه لينك تحت في الديسكربشن بتاع شوب نمبر 99، الويب سايت او الفيسبوك بيج، تقدر انت تشتري من عنده في المحل لو عايز تشوف الحاجه قبل ما تستلمها. ولكن احنا عايزين نريحك، فكلمهم على الواتساب او على الفيسبوك حتى، او خش على الويب سايت تطلب لو انت مش عايز تتكلم. ما تنسوش طبعا البرومو كود احمد سناح ريفيوز، هتلاقوه على اي منتج من المنتجات هناك. تعالوا بقى نعمل ريكاب سريع كده، هي مشابهه جدا لسيريس 6، ميمو ماتيريال حلوين جدا، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه للديسبلاي، فمن افضل ما يكون الشاشه بتاعتها كامله، في نفس الوقت مفيش حواف كتير، جميله جدا. بالنسبه للبطاريه بتقعد معاك من 2 ل 4 ايام، دي حاجه كويسه جدا، وبتتشحن تقريبا في
خلال ساعتين. بالنسبه للمميزات فالمميزات بتاعتها كتيره جدا زي ما قلت لكم في الفيديو IP67، وفي نفس الوقت فيها خلفيات كتير بتدعم العربي والانجليش بشكل كامل، ولكن كل واحد منفصل لوحده. اعتقد العيب الوحيد زي ما قلت لكم ان هو الانجليش بيقلب والعربي بيقلب لو الاثنين اتحطوا في نفس الجهاز سواء نوتيفيكيشن او حاجه، فيارب يكون اتحل مشكله ابديت او سوفت وير. يعني بالنسبه لي الابلكيشن، فابلكيشن وير برو سهل وسلس وبسيط، وفي نفس الوقت هو الاوريجينال بتاع الدي تي، فانتم متاكدين اكيد ان الساعه دي هي الاوريجينال. وبس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا انبسطتوا، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.